وصل لدويبي على التنفيذ، يلعب كرة عالية رأسية جول ثاني للفيصلي، جول ثاني للفيصلي الفريق. وائل عيان يعيد الكرة للخلف في أقصى اليمين مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، هنا خطورة للفيصلي وتحضير حلو. في الجبهة اليسرى تمريرة من وائل عيان، برافو في مكان سليم، هذه خطيرة، هذه خطيرة. جول إبراهيم مدخلي، إبراهيم مدخلي يجد مدخل. تابع إذا وصل لدويبي، عزو على التنفيذ، وصل لدويبي يلعب كرة حلوة. وصل لدويبي يأتي بهدف التعديل لفريق الفيصلي، هدف التعديل. إذن في الجانب الأيمن يعد يلعب عرضية، عدت جول فيصلاوي. وائل عيان يأتي بالهدف الأول والهدف الثاني الشخصي. وائل عيان النجم السوري يأتي بالتقدم بعد عرضية من فهد المبارك على يسار الشاطر حسن، يأتي بالهدف الأول وهي ورأسية تمر والتسديدة. حملة كرة قوية على فايز فيحي والكرة إلى المرمى وهدف أول. اجتماع الأعضاء شرف نادي الفيصلي. بالحقيقة اجتماعنا احنا اليوم اجتماع فرحة بالأخوان، اجتماع فرحة بما حققوه. يعني هذا النادي الذي أتى من قرية صغيرة فجاء يحقق إنتاجات ويصارع الكبار، صار له حضور على أرض الواقع في منطقة سدير كلها ومحافظة المجمعة، تأثيره اقتصادي واجتماعي ورياضي. النادي الفيصلي السنة الجاية في الحقيقة الآن رفعنا طموحاتنا، احنا لا نريد، كنا أول طموحاتنا ألا نهبط، الآن طموحاتنا سقفها ارتفع كثيرا، احنا نريد أن نكون من الأربعة الكبار حتى نستضيف بوهانغ الكوري واليابانيين وغيرهم في بطولة آسيا عندنا في حرمة إن شاء الله. دائما أسأل ما هو سر الفيصلي؟ سر الفيصلي في رجالاته اللي يقفون خلف إدارة فهد المدلج، متميزين في دعم النادي دون الحاجة إلى ظهور أو إعلام. القصد من دعمهم وقفتهم مع ناديهم الفيصلي ليواصل النادي الفيصلي مسيرته، وأيضا الموسم القادم لدينا تحدي كبير ونحتاج إلى وقفة هؤلاء الرجال اللي أشكرهم فردا فردا.